والتعليم يبنى على العدل والحرية والكرامة للبنت والولد، مش على الإيمان الأعمى بربنا. الإيمان الأعمى، لازم الإيمان يبقى واعي، يبقى مظبوط. واعي. وبعدين لازم ندرس للأطفال العلوم الجديدة زي علم نشوء الكون. إحنا لسه متهيأ لنا إن الكون اتخلق في 6 أيام، في 6 أيام ربنا استراح في اليوم السابع. ده فيه علم كبير جدا لنشوء الكون. الكون ده جاي إزاي، والكواكب والأرض. الناس كلها بتدرس ده ما عدا الأطفال في مصر، لأن بيعتبروا ده كفر. قابلت الدكتور مصطفى محمود؟ ده كان معايا في الطب، كان زميلي في الطب، بس ايه رأيك ما فيه؟ كنتش. لا لا لا، كان مش تتفقي مع آرائه؟ لا لا لا، وقد تاجر بالدين مثل الآخرين. طيب دكتورة نوال، الإنسان لما بيعرف أكتر من اللازم يعني ده ما بيكونش صح؟ يعني أنت لما ما عرفتي هو أكتر من انت اللازم زي مصطفى؟ هتتكلمي زي الاله يهوه لا خالص اللي قال خالص المعرفه خالص. قاسمه. لا شفتي بقى، لا لا شفتي لا، مصطفى ايه؟ محمود انا اتذكرته لانه مصطفى محمود كان عالم كبير طبعا، لا كان لا، عنده بكل علم اسف، ولكن هو مشي مع مع السلطه. التيار الاصولي الديني واصبح مهووس دينيا. لا، مصطفى صديقي وزميلي في الطب. لا 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 لا، وقعد يقول العلم والايمان. أنا ضد الفلسفة التوفيقية الغامضة. أنا عايزة علم، أنا طبيبة معايا مشرط بشرح جسم، أنا عايزة واقع، مش عايش في الوهم. لازم أعرف الكون ده جه منين. العلمانية ممكن في يوم نلاقيها في الدول العربية ولا لا؟ أنا بقول لك هي مش في أمريكا، النظام الأمريكي. هل ترامب هل حكم ترامب يفهم في العلمانية؟ ده هو غرقان في الدين، متمسك بترامب، متمسك بالدين والذكورية والرأسمالية، متمسك بالحكم. أنا عشت في أمريكا 20 سنة في المنفى، ما شفتش علمانية. أنا لما أجي تدعيني هنا وأنافق وأقول لك لا في علمانية، ما فيش علمانية لا في مصر ولا في أمريكا ولا في لندن ولا كل دول عشت فيهم. لأن النظام، لما تمسك التاريخ، النظام السياسي العالمي والمحلي مبني على الظلم، على قهر الفقراء لأنه طبقي، وقهر النساء لأنه ذكوري أبوي. فعشان العلمانية تتحقق، ده كله يتلاقي، يروح. لكن الدستور الأمريكي، يعني أنا الدستور الأمريكي فيه ثغرات خطيرة، لأن هناك برضو لازال الكنيسة موجودة، والكتلة المسيحية اليهودية في أمريكا تحكم. حكمت أوباما وحكمت بيل كلينتون، وبتحكم في ترامب. مقولة اتقالت في كل العالم، في فرنسا وفي أمريكا وأوروبا، كل